فمن غير المعقول أن يأتي فرد متسكع سنوات وحصل على شهادة، كلك على قولتنا من لبنان ومن بعض دول الجوار بفلوس وش اسمه، وقال لك أنا مثقف. هو لا، ليس مثقف ولا يعرف شيئا من هذا. طيب خليني أستعير منك بعض العبارات شيخنا حلوة. ذولا الكلك وأشباه المثقفين صاروا أحوال وصاروا حكام وصاروا سلطة، زين، على الطيبين وعلى الخيرين. كيف يمكن أن نوحد الموقف الشعبي والموقف المرجعي ورجال الدين الكبار ضد الكلك وأشباه المثقفين الذين استحوذوا على السلطة؟ آن الأوان أن يكون هذا الموقف متسقا. هو ممكن ذلك، ممكن، يعني ماكو شيء مستحيل، لأن إذا لم نخذ تجربتنا العراقية بانفراد، نلاحظ تجارب البلدان الآخرين وكيف تخطوا كثير من الأزمات التي عانوا منها كما نعاني منها. فالخطاب المرجعي والمجتمع يمكن توحيده من خلال إعطاء ضوابط ومواصفات معينة للمرشح، كما قلت لك قبل قليل. نعم. وذكرت من اثنين أو ثلاثة من هذه المواصفات. فبعد الذي يخرج عن هذه المواصفات لا يمكن انتخاب، لأن إذا كان مؤطر هذه المواصفات بالإطار المرجعي العام فيكون شبه إلزام. إلزام إذا لم يكن شرعي، إلزام أخلاقي. إلزام أخلاقي يدفع الإنسان إلى عدم انتخاب هذا الشخص، وبالتالي يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام. زين، هل ستشهد ساحة العقائدية الشيعية موقفا متقاربا يجب الخلاف المعمق بين المكونات؟ والله هذا يعتمد على المتصدر للمشهد، الشيعي، وكيف يدير هذه الأشياء. يعني عندنا فصل تاريخي قبل فترة من الزمن، كان مرجعية السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان يحمل هم العراق كله، هم الإسلام كله، لا يهمه الهم الشيعي لوحده بعيدا عن الهم السني. لهذا مثلا دعا في صلاة الجمعة إلى صلاة موحدة بين الطائفتين أو الطوائف الثلاثة، وكان يتعامل مع الكل بنفسية واحدة وبنظرة واحدة، ولا يحابي على أساس المبدأ العام وهو العدل والمساواة والنظرة الأخوية لجميع الناس. فهذا يمكن أن يتكرر، ويمكن أن يقع إذا وجدنا كثيرا، يعني إذا وجدنا أن المتصدر للمشهد يكون على هذه الشاكلة.